بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعدة للمتقين. درسي إنه ما أنت حكب اللابنة آيادة أفرطا إيا اللحات إيا سورة المائدة. إلهي وحليه وقفينا وراعنا على آثارهم رادتكو ذا أنبيدي هوري بعيسى بن مريم، عيسينا مريم هايان راعنا، مصدقا حال عيسى ويها متر مينايا لما بين يديه وحي أسايا كوري أو من التوراة التوراة كأهادي. واتيناه وانا سيني الإنجيل، عيسى إنجيل أيان سيني، فيه حال إنجيل لحديث أو هذي هدى هنون يو نور إفتين، ومصدقا حال أو إنجيلها متر مينايا لما بين يديه وحي أسايا هورتي سأهادي أو من التوراة التوراة كأهادي، وهدى حال أو يها إنجيل مد هنون يو موعدة موعدة حال أو يها يوعد يوانو أو للمتقين ضدك متقين تأسقناتي. وعن كسو قد جرني تفسير كالصورة دي هات صورة المائدة سيقار. وعن كسو قد جرني ماشي له ورمى سبحانه وتعالى أهل كتابك يا حواشو ذا يهودي يا كتابك تورادها أولا سي يوحي كساب سنة أحواشاس مركي إلهي وكسو ورمي أي إلهي سبحانه وتعالى هل كان وحوقها اللي إن نبي عيسى عليه الصلاة والسلام أصنا la soo saaray waagii dambe. Ilaahay markuu wuxuu yiri: waqafayna waa aan raacinay oo waa daba dhignay calaa aathaarihim ambiyadii hore raadkoodii waxaan raacinay biciisa bni maryama ciisihii ina maryama ahaa oo aan aabbaha lahayn oo hooyadiis loogu abtirinaaye maryama binti cimraan musadiqan xaal uu yahay ciise midkii rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii asaga hortiisa ahaaday oo min at-tawraati tawraat ka ahaaday. Tawraad waa rumaysnaa inay kitaab ilaahay tahay, waa qira ilaahay soo dejiyey. Sidoo kale wixii tawraad ay sheegayday iyo waxa uu sheegayay waa iswaafaqsanaayeen, meelo badan iska waafaqsanaayeen oo waxyaabo aan la nasakhinaa jira, sida waxyaabaha caqiidada ku saabsan, akhbaarta waxyaabaha ku saabsan, waxaas way iska waafaqsanaayeen. Kitaabka asaga lagu soo dejiyey iyo kitaabki tawraadaha. Sidoo kale tawraad waxay ku bishaareeday waxa ka mid ahaa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam. Imaatinka marka nabi ciise uu yimid wuxuu ka dhignaa imaatinkaasi rumayn uu rumaynayo kitaabki tawraadaha. Waataynaahu waana siinay ciise al injiila, kitaabkii injiilaha ayaan ku soo dejinay. Fiihi kitaabkaas injiila dhexdiisa waxaa ahaaday hudan hanuun oo ciddii raacda way ku hanuunaysay xilligiisi, wa nuurun iyo iftiin ayaa ahaaday. ومصدقا حال او يهي كتاب كاسي متكي رمينايا لما بين يديه وحي اساي هورتي ساها وكوري او من التوراتي تورادا او واس وافق صناعين لبدا كتاب او ميلا بدون اسكو وافق صناعين ايا جري سوى كلان لبدا كتاب واسكو بشارايين او كتاب كهرو تورادا هيا وحكو بشارايي كتاب كان انجيل ان لسودا جيدونو. وموعدة حال او هذا لحديثة موعدة ايهات وعدي او للمتقين ضدك متقين تاوسقناتو كتابك وعدين او كتيري وعدي فربضان او كتيري كتابك انجيلها الى امرك وحويري وليحكم وحلو سوق الدرا. وقلنا وحانا نري ليحكم ححكم اهل الانجيل انجيل اهل كيسو هي ضدك انجيل لغو سودجي بما كي وحكو حكمين انزل الله ألا سودجي فيه كتابك انجيلها لحديثة. وما لم يحكم عدي أن حكم بما شيء أو حكو حكم أنزل الله ألا أسود جينا فأولئك كواسي هم أيوا الفاسقون وكوا فاسقين وطاعد إليك بحي إلهي سبحانه وتعالى مركو إنجيل سودجي نبي عيسى أكو سودجي وحو أمري ضدكي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام سحابة ساها ضدكي إنجيل رعسنا وإنجيل رميي وحا إلهي أمري إن إنجيل اسكو حكمان إلهي مركو وحويري وليحكم أي وقلنا لأهل الإنجيل وحن كني ليحكم ها حكم أهل الإنجيل أهل الإنجيل ها حكمين يا إنجيل ذاتك أهل كوهو وحاكو حكمين بما شيء أنزل الله ألا أسودتي فيه إنجيل لحيس أكو سودتي
ومن لم يحكم عدي أن ذاتك كل سارين بما شيء أنزل الله ألا أسود جينا فأولئك كواسهما يقوى الفاسقون وكوا فاسقين حلقي تورادو أن لا نسخين عدي تورات رميسنات وأن تورات ذاتك كل حكمين حكم كذا وصومرني وحليري ذاتك كفار وفاسقين هايين وظالمين حلقي إنجيل على نسخين ذاتك أن إنجيل وحكو حكمين وإنجيل رميسنانا أيوه نساسو كلي هايين قرآنك إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد أو كسو دتي أو كتبته هرا لغو نسخي ذاتك رميسان أو أن كتابك قرآنك أسكو حكمين أيوه نساسو كلي وفاسقين يا ظالمين قال يقب سمايا إلهي وحوري وأنزلنا وسو دتي إليك أذيك حق هذا نبي محمد والكتاب كتابك ينكو سو دتي بالحق حال ويا كتابكم متحق لهن مصدقا حال ويا كتابكم مترمينا يا لما كي رمينا يا بين يديه سيكوري ومن الكتاب كتبتي هركا هذا ومهيمنا حال ويا كتاب قرآن كاهي متك مرقاتيا وحكما عليه كتبتي هر أردان كركودا فاحكم كالحكم بينهم لحدو ذا النبي محمد بما شيء أنزل الله ألا أسود جيكو كالحكم ولا تتبع حنا الراعين أهواءهم هوين كودا عما جاءك حال أتكلم يا حنيس عما جاءك وحي كويم من الحق حقا لكل مد والباء ومد والباء جعلنا وأويا لأؤمنكم أذنك إذن كم إذا شرعة شريعة يو منهاجا وضع ولو شاء الله ألا هدو دوني لهانا لجعلكم وإذن كي يلي الله أمة أمد أو واحدة كلي جيدة ولكن سليبلوكم هل أمد إذن كم يلي ليبلوكم صودين امتحامه فيما كي لحي سنة إذن كوي امتحامه آتاكم ألا أذن سي فاستبقوا ترتمى أو نقصد الخيرات خيراتك إلى الله إلى حق سانا مرجعكم نقد كينو هذا جميعا حالات لما تنتهين فينبئكم الله وإذن شيئا بما شيئا وإذن كي ورما كنتم هذا إذن فيه شيئا لعديسة تختلفون كواسكو خلافة مركي اللي قصوا ورمي كتابك تورادها هي كتابك إنجيلها هي ذاتك كالهيستي وحيابه لغمدها هي كوكا لغمي تيرين وحكو سابسا أي إله سبحانه وتعالى وحكو ورمي إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام لغو سودتي كتاب كتبتها صورا كدن بي أو كتبتها صورا لغو نسخي إلهي مركو حوري وأنزلنا وأن سودتي إليك أدي حق هذا وأسودتي النبي محمد الكتاب كتابك القرآن كها بالحق حال ويها كتابك سمت حق كسفيسا وحق تلماما مصدقا حال ويها مترمينا لما بين يديه وحي أساق هرتيسا هذا أو من الكتاب كتاب أو كستكا هذا كتاب كستاءها كتبت إلهي واس رميان رسوش إلهي نواس رميان كتبت اسم بينيان رسوشنا اسم بينيان ولقيا با كتاب كتاب إن لغو نسخه رسول إن لغو سودتي وح لغو نسخي رسول هو روحي وشيقي تيري واسور تقل لكن وحس بينه ومتنا من الكتاب إن وحس وقد قلا وح الله روحي كتاب إلهي وسودتي وكتاب كقرآن كوري أي كتاب القرآن كرميسية ومهيمنا حال أويهي متحكما يا ومرقاتك عليه كتاب كي هراء أردن وحالله روحي كتاب إلهي هروسو دجي أردن كوركيسة أي إلهي سبحانه وتعالى كتاب القرآن كهروسو دجي سوك لو مهيمن كتاب القرآن كهو كتبته هراء مهيمن يو ومد أي أساق سوق ذا قلايان وأصوء ونسخا يو كتاب القرآن كمركي لسو دجي كدبنا كتبته هراء إن لغو دغماهي وممنوع نبينا عليه الصلاة والسلام مركو أركي سحابدي سقار كميدا أو التوراد وح كميدا آخرين نبينا وحناغي عليه الصلاة والسلام فحكم إلهي مركو حيوري حكم أو كالسار بينهم لحذو ده أهل كتابك أما مسلمين ته بما شيهو كالحكم أنزل الله ألا أسودتي وكتابك قرآن كاه كالحكم أولاك أسودتي كتبته رمحي لوالا نسخيه ولا تتبع حنا الراعين أهواءهم دتك هوين كودها الراعين دتك وحي ربونا يان إن أدقيل رايدو وحي أدبعيدو كتابك قرآن كاوحان هين أدكو كالحكنتو هوين كود دتك الراعين مرك أما دتك يهود هنغدين أما نصارى هنغدين أما مسلمين هنغدين ولا تتبع الراعين أهواءهم هوين كودها الراعين حالة مركز متك إيلانا يوكل حنا يعما كي جاءك كويمد أو من الحق حقها وهوين كدتك دات راعدو وحد نغنى ميت حقي كلا حضي حقي كوي عضي وكبير حقي لكل مدول با ومدول با جعلنا وأويلنا ومنكم أذنك إذن كمذا شرعة شريعة أويلنا يو منهاجا وضع عدول با شريعة أقارة
iyo wada u gaar ah qaado ayaan u soo dajinay laakiin sharaacooyinkii dhamaa waxa lagu nasaxay tii Nabi Maxamed lagu soo dajiyay (alayhi salaatu wasalaam) ilaa markaa wuxuu yiri walaw sha Allahu alla laakiin hadaw dooni laha la jacalakum wuxuu idin ka yeeli lahaa ummatan ummad oo waaxidatan kaligeeda oo hal kitaabna leh hal wada leh hal nabi leh walaakiinse ilaahay ma doonin arrintaasoo hal ummada inaad noqotaan ilaahay ma doonin oo ilaahay wuxuu doonay inaad ummado fara badan noqotaanoo rusula fara badan iyo rusul fara badan la idin soo kala diro kutub fara badanna rusushiina lagu soo kala dejiyo maxaa ilaahay saas u doonay oo hal ummada inuu idin ka dhigo uu soo u doonin liyabluwakum si uu alla idin imtixaamo ayuu saas u doonay ilaahay subxaanahu wa tacaala fiima shaygiina idin kugu imtixaamo aataakum alla uu idin siiyey ma qaadaysiin mase qaadamaysiin shalay rasuula joogay maanta rasuul kale la keena bari rasuul kale imaana kitaaba hore loo soo dejiyey kitaabku waa la nasaxay kitaab kale lagu nasaxa bal dadku inay awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qaadanayaan oo la kala gadgadinayo kala gadgadisan dadkuna meeshii hadba ilaahay u jeediyo inay u jeesanayaan ayaa lagu imtixaamaa dadka oo lagu fiirina ilaahay marka wuxuu yiri fastabiquu u dhaqsada oo u tartama alkhayraati khayraatka ilaallaahi alla xaggiisaana marjicukum noqodkiinu ahaada oo laydiin celina jamiican dhammaantiin ama yuhuud ahaada ama nasaara ahaada ama muslimiin ahaade fayunabbi'ukum allana waa idiin warramaa bimaa sheegay udiin sheega kuntumaada haydeen fiihi sheega dhexdiisaba takhtalifuuna kuwa isku khilaafa qol hebela xaqa ku taagneed iyo nin hebela xaq ku taagnaa iyo nin hebelna baadil ku taagnaa saasaa lee waanixkum xakum nabi maxamedow baynahum ahlu kitaabka dhexdooda iyo muslimiinta iyo keyrkoodba dhexdooda waxaad ku xakuntaa bimaa sheegay anzala allahu alla u soo dejiyey walaa tattabic xana raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda waxdarhum kana digtoonow an yaftinuuka inay ku fidneeyaan iska ilaali can bacdi maa kii qaarkii kaa fidneeyaan anzala allahu alla uu soo dejiyo ilayka xaggaada uu soo dejiyey fa in tawallow hadday jeestaan faclam ogaaw annamaa in kala maahna yuriidu allahu alla inuu doonaayo an yusiibahum inuu ku asiibo ku haleelo bibacdi dunuubihim dunuubtooda qaar ka mida adduunyada wa ina kahiiran in badanna oo min annaasi dadka ka midana la faasiquuna waa kuwa faasiqiinaho daacada ilaahay ka baxay waanixkum xakum nabi maxamedow baynahum muslimiinta ahlu kitaabka dhexdooda bimaa shaygi ku kala xakun anzala allahu alla uu soo dejiyey oo qur-aan ah oo adiga lagugu soo dejiyey walaa tattabic xana raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda dadka iyo waxyaabaha naftoodu ay jeceshahay ha raacin waxdarhum kana digtoonow dadka iska ilaali yahuudda iyo nasaarada iyo shayaatiinta iyo dadka qiilgoobadka ah iska ilaali an yaftinuuka liallaa yaftinuuka siisa ku fitnaynin iskaga ilaali can bacdi maa kii qaarkiis aysa kaaga fitnaynin anzala allahu alla uu soo dejiyey ilayka adiga xaggaada ku soo dejiyey dadka haddii aad hadalladooda qaar ka mida u dhaga nuglaato kitaabka ilaahay inaad dadka ku xakuntaa kuu suurtageli mayso marka dadku inay kitaabka ilaahay ay kaa fidneeyaan iska ilaali ka digtoona fa in tawallow hadday marka dadku jeestaan hadday yahuud yihiin ama nasaara yihiin ama muslimiin yihiin hadday diidaan kitaabka inaad ku xakunto shaygii xaqaad u sheegtay inay qaataan faclam ogow annamaa in kala maahna yuriidu allahu alla wuxuu doonaa an yusiibahum inuu ku asiibo oo ku haleelo bibacdi dunuubihim dunuubtooda qaar ka mida adduunyada inuu ku ciqaabayo ogow aakhirana saasoo kale dunuubtii ay geysteen wax ka mida uu ku ciqaabo intoodii badneedna alla iskaga cafinaayo wa ina kahiiran in badan oo min annaasi dadka ka midana la faasiquuna waa kuwa faasiqiinoo daacada ilaahay ka baxay afa xukma aljaahiliyati xukunka jaahiliyada miyay yabquuna dadku raadinayaan waman axsanuu yaa ka wanaag badan min allaahi alla xaggiisa xukman xagga xukunka liqowmin uga wanaag badan qoomkaasoo yuuqinuuna wax yaqiininaya kitaabka ilaahay oo la ysku xakumo oo la ysku maamulo waxaa laga faa'iidaa ku toosnaan diinta ilaahay lagu toosnaado iyo raacsanaan la raaco ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nabigii nabi maxamed aha oo ilaahay uu diintiisa ku soo dejiyey waxaa kaloo laga faa'iidaa barwaaqa adduunyo iyo roob da'ah iyo nabadgelyo iyo caafimaad iyo khayr iyo wanaagaa laga faa'iidaa waxaa kaloo laga faa'iidaa barwaaqa aakhiro iyo janno ilaahay iyo naxariis ilaahay iyo raalli ahaansho ilaahay waxaa kaloo laga faa'iidaa sinaan dadku ay sinmaan iyo cadaalad ayaa laga faa'iidaa ilaahigii subxaanahu wa tacaala isagu dadka abuuray adduunyadana abuurana cid ka aqoo og dadka waxa ay mudan yihiin in lagu kala xukumahu ma jirto ilaahaasu kitaabka uu soo dejiyey haddii lagu xakumo dadka oo lagu maamulana
حكامته يا مدحضو وحيكون جارايا أرنتاس عزي الدنيو يا شرف الدنيو يا مد آخر يكون جارايا هذا لكن أرنتاس كتشيستان تتكا وحأوصل نادي ولو عقابة عقاب الدنيو يا مد آخره تتكا الصوماليات إن بدن أو كمد أنا وح لو كري لاهي كتابك إلهي إن لسكو حكمه والله سكون ما عمله هذا يدكم مدحيهين يا هذا يدكم أيهين ضد مجاهون مدحيهين بق هذا يرميهين يا هذا يرباديهين بق إن بدن وح كلفة إن كتابك إلهي تتكا لو حكمين أما يسكو حكمين وعبسي يولول أي كقبان ضدكو كو ذا جارهان مدحضة أهي هذا كتابك إلهي ضدك كو حكمان إن قال قنصته أو قال لا ديرته أو كرسي أنا قال أي كتورته ضدك مدحضة مركا وحال ربا إلهي سبحانه وتعالى إلى لنتا إلى لنا أيان إيا قال ذا إلى لنتا إلى لنا أيان يدوري ذا قال ذا يدور أيان إنه هرم ريان إلهي سبحانه وتعالى إلى لنتا إلى لنا أيان يدوري ذا إلهي يدور أيان عبس الشدة إقالة كعب صنايان إيا عبس الشدة إلهي كعب صنايان سبحانه وتعالى وحال الربا إني هور مريان عبس الشدة إلهي كعب صنايان كرسي لغو بدشو إيا مضحتي نمال لغو بدشو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسون داتك لغو حكومين أما لغو قطو لغو قاطو لغو لفر إستو كرسيغا عقاب إلهي أو آخرو أو لدورتو وحو استاهلو إيا وحو قلالماركو كرسيغاس لأنتي ساقفك أولا أنت كرسيغاس dadka dadweynaha oo Soomaaliyeed in badan oo kamida waxa laga dhaadhiciyay maadaama dad caama ay u badnaayeen kitaabka Ilaahay inaan naxariis ku jirin isku xukumida la isku xukumo waana arrin qatar arrintaas waxyaabaha Soomaaliyu tiraahdana waxa kamida qaar kood ay dhahan dadku waagi hore waxay u qaybsami jireen oo ay u qaybsanaayeen dad xukunsata ah iyo dad xeerata ah dadka qaar kood markii wax kala dhex galaan kitaabka Ilaahay ayay ku ordi jireenayd xukunki kitaabka Ilaahay u soo saarana waa isku xukumi jireen dadna waxay ahaayeen dad xeerata ah xeerka qoyska yaqaana iyo qabiilku xeerka oo dhigtay xeerkaasina isku xukumi jireen iyo wax ay ugu degsadaan ee isku ma xukumi jirin oo isku ma maamuli jirin kitaabka Ilaahay diinta Islaamka labadii qolana waxay dhahayn hal qolo kamid waa balaatay oo waa la cirib tiray oo way baabaday waxana baabiyay wixii ay doorteen inay isku xukumaano kitaabka Ilaahay aha waa qoladii xukunsatada ahayd adduunyada wax kama joogan maanta adduunyada waxa ku nooli oo dhaqani waa intii xeeratada ahayd intii xeeratada ahayd adduunyada ku nool waxay kala aaminsan yihiin Soomaalida in badan oo kamiduhu laba qofood ay wax kala dhex galaan oo wax dhex maraan hadii labada qofood qof kamiduhu ay tiraahdo aan u xukun tagno kitaabka Ilaahay qofkaas inuu yahay qof qaraabo goysa qofkaas inuu yahay qof arxanlaawa ah qofkaas inuu yahay qof aan qofkan wixii ay ka mudnaad aan kula dhaqmin u naxariisaneen markaas wuxuu leeyahay war Ilaahay ka cabs war joog war kitaabnama kala nooleeyee xeerka Ilaahay aad u leey kitaabnama kala nooleeyee xeerka Ilaahay hadaan kitaab dadka kala nooleeyneen Ilaahay maxuu u soo dajiyay Ilaahay dadkan nooleeyay oo nolosha ku abuurey aa kitaabkan u soo dajiyay inay ku dhaqmaana wuxuu ka dhigay noloshoodu inay ku jirto aduguna waxa leedahay kitaabki Ilaahay oo Ilaahay u soo dajiyay una soo dajiye inaan ku dhaqanno Ilaahay noloshana galiyana oo u soo dajiye inaan ku noolaano nama kala nooleeyad leed oo xeerka nala aad arintaasuna waa arin gaf ah oo gaf diineed ah dadku inay ka waansamaan ay waajib ku tahay kitaabka Ilaahay cidaan marka isku xukumin qatar ay ku jirtaa Ilaahay marka wuxuu leeyahay afa xukuma jahiliyati xukunki jahiliyada oo gaala isku xukumi jirtaa iyo xilliga nabiga la soo diray Cali sallallahu alayhi wasallam wixii xukunaha uu jiri jiray miyey yabquuna doonayaanu dalbayaanu rabaan dadkaani xukunkaasuna wuxuu ahaa xukun aan kitaab loo fiirinin xukunka xeerka qoys walba iyo qabiil walba waxa ayagu arkaan inay dan u yihiin ayay isku xukumi jireen ee maxaa sharci ma dhigi jirin haddii dadku masaasay rabaan waman ahsanu yaaka wanaag badan min allahi alla xaqiisa xaalu ka ahaday xukuman xaqqa xukunka yaaka wanaag badan xukunka ilaahi yaaka wanaag badan ma xukunka ilaahi xukunka wanaagsana jiray wixii Ilaahay u xeer adiga kaaga dhigay dhaqan uu kaaga dhigay inaad ku dhaqanto uu kugu waajibiyay yaa ka wanaag badan liqoomin laakin qoom uu wanaag badan yuuqinuna wax yaqiininaay dad ayuu aan yaqiin lahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxyaabaha goodiska uu goodiyay in laga cabsado ay mudan yihiin oo in la iska ilaaliyo ay mudan yihiin aan yaqiinsanayn waxyaabaha Ilaahay ballanqaadiyo oo ballanqaaday in la raadiyo inay mudan yihiin aan yaqiinsanayn janna iyo naar midna aan yaqiinsanayn xukunka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhadhankiisa iyo macaankiisa ma arki karaan laakin xukunka Ilaahay oo la isku xukumo iyo kitaabka Ilaahay oo la isku xukumo wanaagiisa waxa dhadhansan kara dadka ahlu yaqiinta bis
هذه مركز كتابك إلهي إن لا سكوح كماهي يكوع صلاته وجاو يقين تلا وحكوت شلاني قف والبو شيء بارك أنا ذو صبار نتيجة كسب بحضنا وادوا كرتا شيء بارك لعجنا كعجمة بحنا شيء بارك يعني نقترين ذو أدنى كعجمة بحنا كريه فير يحكم كإلهي سبحانه وتعالى أوضت كلا وح كماهي أكتا سوكية ما كل في عيا ما سوى كل حية هذو كل في عنا ذو يقين الله ذا هذو كل في ما ذو يقين أكتا هذا ما تعلو ومن أحسن ويا وناك بدن وكونك بدن من الله إلا حقي سحالك هذا حكما حق حكمك لقوم من أوى وناك بدن قوم كاسو يوقنون وح يقينين آية درسيون لما أنت هالكاس النجوغ والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله التوفيق وعلم.